بسم الله الرحمن الرحيم. في الليلة دي تعالوا ندعي. ادعوا يا جماعة، اللي باقي من رمضان بقى قليل قوي، ما عادش فاضل غير 3 ليالي وترية وست أيام ويخلص رمضان خلاص. ادعي بكل قلبك، ادعي بكل جوارحك، ادعي وتدلل وارجو ربنا وخلي عندك يقين انه ان شاء الله يحقق لك أملك ودعائك. إني داع فأمنه. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب يا رب. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب، انقضى رمضان، لم يبق إلا أيام قليلة معدودة، فهل أنت راض عنا؟ وهل قبلتنا؟ وهل يا رب جهدنا مقبول؟ يا رب، أنت تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. سعينا يا رب واجتهدنا يا رب، صمنا كما أمرتنا، سمعنا وأطعنا، وصلينا وقمنا، واتقيناك قدر المستطاع، وكنا نحاول أن نقوم إيمانا واحتسابا، وكنا نحاول أن نصوم إيمانا واحتسابا لإرضائك يا رب. فهل نحن من المقبولين؟ وهل رضيت يا رب؟ أنت أكرم الأكرمين، أنت الرحيم الودود، ونحن ليس لنا سواك، ليس لنا سواك. من يرحمنا إن لم ترحم أنت؟ من يعفو عنا إن لم تعفو أنت؟ من يسترنا إن لم تستر أنت؟ الناس تفضح وتنسى الخير، وأنت الكريم الستار تذكر الخير. جعلت الحسن بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، تستر عبادك وترحم عبادك، تمن عليهم بالرحمة والمغفرة. ما أكرمك وما أحنك وما أكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك فليس لنا سواك، وأنت خالقنا وموجدنا، وهذه الروح وهذه الأنفاس من عطائك وإمدادك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نحيا وبها نموت وعليها نلقاك. ارضى يا رب، ارضى يا رب، فلم يبقى إلا أيام قليلة. سامحنا سامحنا، اعفو عنا إن كنا قد قصرنا في رمضان، فأنت الكريم فسامح واعفو وتجاوز عن الخطأ. يا أكرم من سئل، ويا أرحم من أعطى. يا رب، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين، يا مجيب دعوة المضطرين. نحن مضطرون، الدنيا صعبة علينا، فسامحنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واسترنا. اخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، اخرجنا من رمضان وأنت راض عنا. اللهم إنا نقسم عليك، ما يطلع فجر بكرة إلا وأنت راضي عننا وكل من يسمعنا. اجعلها ساعة رضا يا رب. يا رب، أنت الذي تعتق من النار، لك كل ليلة كما وعدنا نبيك، لك كل ليلة عتقاء من النار، تعتقهم من النار، يكتب من أهل الجنة. فهل جاء دورنا؟ وهل أعتقنا؟ صحائف الملائكة كتبت من أعتقوا من أول ليلة في رمضان، ونحن ليلة 24 رمضان، فهل أعتقتنا؟ وهل مننت علينا بالعتق؟ اعتقنا الليلة دي يا رب، اللهم اجعلها ليلة عتق يا رب، اللهم اجعلها ليلة عتق يا رب، اللهم اجعلها ليلة مغفرة يا رب، اللهم اجعلها ليلة رحمة. يا عفو اعفو، يا عفو اعفو، يا عفو. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعفو 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 عنا، فإنك إن عفوت محوت الذنوب، وإنك إن عفوت رضيت، وإنك إن عفوت أعطيت بلا حساب. اللهم عفو عنا يا عفو. اللهم اكتبنا الليلة من أهل الجنة، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وإخواتنا وأزواجنا وأصدقائنا. اللهم اجعلها ليلة عتق. اللهم ما لا يأتي العيد إلا وأنت راض عنا يا رب. قبل ما يخلص رمضان ورينا آية أنك راضي عننا، طمنا طمنا لرضاك، طمنا لرضاك، وهل نطمح إلا في رضاك. اللهم اكتبنا الليل في من قلت فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اكتبنا الليل في من قلت فيهم يحبهم ويحبونه. يا رب، قلوبنا تحبك فأنت خالقنا. اللهم اكتبنا الليل من أحب عبادك إليك،
اللهم اكتبنا الليل من أحب عبادك إليك، ومن أخلص عبادك لك، ومن أتقى عبادك لك. اللهم ارزقنا الإخلاص، فلا نملك أن نعطي أنفسنا الإخلاص، أنت الرزاق والفضل منك وإليك، وما نحن إلا عبيدك، فارزقنا الإخلاص. يا رب ثبتنا على تقواك بعد رمضان، يا رب أعنا على تقواك، ويسر لنا تقواك، وحببنا في تقواك، وبصرنا بتقواك، وقوينا على تقواك، وأعنا على تقواك، ثبتنا على تقواك بعد رمضان، فأنت تحب المتقين، والمتقين هم أولياؤك، وأنت تقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من جندك، فإن جندك هم المنصورون. اللهم اجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم الغالبون. اللهم من علينا بعمرة قريبة، اللهم من علينا بحجة قريبة، اللهم من علينا بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يد النبي يوم القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فرح بنا رسول الله، أسعد بنا رسول الله. اللهم يا رب ثبتنا على الإيمان بعد رمضان. اللهم أرنا آية في هداية الشباب والبنات، اللهم أرنا آية في نهاية رمضان في هداية الشباب والبنات. اللهم لا يأتي العيد إلا والإسلام عزيز، لا يأتي العيد إلا والإسلام عزيز. اللهم من علينا بصلاة قبل أن نموت في المسجد الأقصى. اللهم تقبل منا واعف عنا. اللهم من علينا بحجة قريبة. اللهم اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفينا واشفي مرضانا، اشفي من كان مريضا منا يا رب. داوي الألم يا رب، أذهب الألم يا رب. اللهم ارحم من مات من أجدادنا وأبائنا وأهالينا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم استجب دعائنا، اللهم لا ترد الواحد منا دعوة يا رب. بلغنا ليلة القدر يا رب، أشهدنا ليلة القدر، لا تحرمنا منها هذا العام يا رب. اجعلنا ممن يشهدون وتمن عليهم وتشهدهم ليلة القدر هذا العام يا رب. استجب يا رب، استجب يا رب، استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ادعوا لي معاكم يا جماعة، يعني زي ما بندعي ادعوا لي معاكم، ربنا يفتح علي في مشروع الإحسان فتح كبير، ويرزقني رزق واسع، ويحفظني أنا وولادي. الله يكرمكم ويبارك لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.